مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من سلا. نخليكم مع شباب ساكنة بن عويش اللي كيقولوا حنا كنخلصوا الواجب ديالنا الشهري ديال الماء والكهرباء لصالح الشركة ديال توزيع الماء والكهرباء، ولكن هذه 6 ايام هما قاطعين علينا الضوء، اي قاطع علينا الرحمة ديال الله. بغينا المسؤولين يتدخلوا في اقرب وقت ممكن. واش حنايا يعني كنخلصوا وقاطعينه علينا؟ بغينا نعرفوا علاش، وحتى يعني باش الا كان عندهم شي مشكل مع جيران ولا شي اللي محاطين بهم يحلوا معاهم المشكل، وحنا اش دخلنا في هذا الاشكال هذا، بحكم اننا تنخلصوا الواجبات ديالنا الشهريه ومدخلين الضوء والماء بطريقه قانونيه. هنا نخليكم مع شباب اللي غادي يتكلموا لنا على المشكل اشنو وقع في بن عويش. فعلا اختي، حنا 6 ايام دابا وحنا قطعنا لنا الضوء، مع اننا تنأديو جميع الواجبات ديالنا مع رضا، لها هما لي فاكتور كاملين 6 ايام دون اي تشي مسؤول ما جا عندنا، شي واحد ما قال لنا حتى شي كلمه. طلعنا درنا مظاهرات بزاف، تيجي القوات العموميه كتحاصرنا فقط، ما كدير معنا حتى شي حل. وحنا تنطالبوا من رئيس الجامعه ومن شركه رضا، لان بزاف ديال الناس تضروا من هاد الشيء. بزاف كاين اللي تخسرت لي بيسيات، كاين اللي تخسرت لي مواد ديال التنظيف، كاين بزاف ديال المشاكل. ومشينا عندهم للرضا، بغينا نحتجوا كذا، قالوا لينا حتى الماء نقدر نقطعوا عليكم. ما فهمناش هاد السياسه، واش السياسه ديال التهجير ديال المواطنين باش يحيدوا من ديك المنطقه، ولا الناس هما تيقولوا شي ناس ما مخلصينش. ولكن حنا ما عندنا حتى شي، حنا تنخلصوا لي فاكتور ديالنا في اليوم، ما تنفوتوش ليهم يومين، تنخلصوا لي فاكتور ديالنا مخلصين الضرائب ديالنا. خاصهم يديروا معنا شي حل. 6 ايام ومقاطعين عليكم الضوء. بالنسبه لصحاب المحلات المواد الغذائيه كيفاش؟ صحاب الحانوت، مول الحانوت كيف كيدير مع الحليب، مع مع البيض، مع بزاف ديال الناس، بزاف ديال المحال التجاريه كتسد، 7 ساعة كتسد على هذيك المشاكل ديال الضوء ديال الامن. الامن راه خصو يكون الامن، حنا تنشوفوه في المظاهرات، اما في الحي ديالنا كاع ما تنشوفوه. مظاهرات تنشوفوا الامن، الناس خسرت لهم الحليب، بزاف ديال الناس بقاو يشدوا الحليب كاع. 6 ايام ديال المشاكل، الناس عندهم محلات تجاريه، الناس كز الناس اللي مرات الدواء ديالهم تديرو في الثلاجه. الناس كاين اللي عندهم مسكين مرض السكر تيدير ديك البراوات، كاين بزاف ديال المشاكل عانينا منهم في هاد 6 ايام ديال الاخر، وبدون اي اهتمام من المسؤولين. كما قال جلاله الملك محمد السادس، قال لهم ان المسؤولين في خطاب العرش، ان المسؤولين ما تيحسوا والو، ما تيشوفوا المواطن انه تيتظاهر، ما عندهمش غير على المواطن ولا شي حاجه، صافي عندهم شي مشكل خليهم يتشمشوا، كما قال واحد الشاف ديال المخازنيه، خليهم يتشمشوا حتى يعيوا ويمشيو بحالاتهم، صافي. هو الصديق هنا حتى انتم عندكم نفس المشكل؟ نفس المشكل اختي، انا عندي حتى انا عندي مشكل مع شركه الرضا، كنادي الواجبات، الفواتير ديالي كاع مخلصين، قطعوا لي دابا 6 ايام، كاين الناس اللي خسروا لهم الثلاجه، كاين اللي خسروا لهم الماكن ديال الصابون شحال. انا شخصيا حيت بعض المرات كيردوا ساعتين وكيقطعوا، يعني هذا القطع العشوائي بسببه انا تحرق لي بيسي شاري ب 7000 درهم، مشات على عيني هباء منثوره. ودابا انا شكون يعوضني انا في هذا البيسي؟ ودابا ملي كدوي معاهم حتى واحد ما كيعطيك جواب. رئيس الجامعه زعما اللي صوتنا عليه باش زعما خصو يوقف معنا في هذه الظروف وهذا، ما كيتسوقش لنا ولا جواب. البارح كانوا الناس واقفين داير المظاهره سلميه، بقاو تما مشمشين، حتى واحد ما تسوق لهم، قالوا اسيدي غنمشيو عند الرئيس ندويو معاه. غاديين صافي كتوقف من القوه. رغم انهم ما كانوا زعما مظاهرة سلمية، كانوا غير العيالات، ماشي كانوا زعما الدراري ولا هادو زعما اللي غيديروا البسالة ولا شي حاجة. واش المشكلة وقعت تما؟ يعني سمعت انه كاين وحدين اللي كانوا مدخلين شحال هادي الماء والكهرباء بطريقة عشوائية، ولكن انتوما ما محسوبينش على نفس الحين. اختي انا كدوي انا والناس اللي مخلصين الفواتير، الا كان شي وحدين سارقين الضوء ولا شي وحدين ما مخلصينش، هما راه عارفينهم. اسيدي الا بنادم مخلص غتجي عنده غدير معاه اللازم، ولكن الان الاجراءات القانونيه، وانا مالي، انا مخلص الفواتير، مخلص فما كتحط الورقه كنمشي كنهزها كنخلصها. يعني انتم كنتش فداء ديال هاد الناس؟ تماما وعاد بلا ما ندوي على الدجاج واللحام وداك الشيء اللي كيديروا في الثلاجه والدوان اللي كيخسروا، هذاك الشيء بلا ما ندوي عليه. انا كندوي غير على 7000 درهم هذه مشات ليا، ما حتى واحد ما يعوضني فيها. يعني بيسي وكنقرا به وكندير به حاسوب او بيسي. تماما 7000 درهم باش شاري، مشى ليا دابا، شكون يعقل عليا؟ المشكل ان كان داز واحد المسؤول تلقوا لنا الضوء، كان يدوز واحد المسؤول من واحد الشارع، يعني تلقوا لنا الضوء باش يحيدوا المظاهرات وكذا، تلقوا لنا الضوء هذا شي نقول نهار 24 ساعه، داز ذاك المسؤول وكذا في التنظيف وكذا، في الاخر قطعوا لنا عطوني الضوء حيت داز ذاك المسؤول وكذا. حنا تنطالبوا دابا من شركه رضا انها تطلق لنا الضوء باخر زناقي، هما اللي مضويين، وحنا راه مضرين بزاف من هذه الافات، والناس اللي ما مخلصينش
راه خصهم يديروا معهم اجراءات قانونيه ديالهم حيت حنا مخلصين. اجراءات قانونيه مش تحسوا فيها في حق الناس اللي مخلصين. الناس اللي مخلصين مخلصين الضرائب ديالهم، علاش علاش حنا نمشيو كنشدي فداء ديال شي واحد اخر؟ الناس متخلص الضرائب ديالها يمشيو هما يديروا معاهم القوانين. كاين واش يقطعوه؟ واش 70% كيخلصوا؟ لنفرض 30% ما كيخلصوش، حيت المعظم انا دابا الناس اللي كيخرجوا كلشي كيجبدوا الوراق كيقول لك انا سيدي انا مخلص، واش هاد نفرضوها 70% غايمشيوكمش فداء ديك 30%؟ راه لا يعقل، الشركه تجي دير خدمتها، تجي تدير اجراءات قانونيه مع بنادم اللي ما مخلصش، وحنا دابا ست ايام لا ما لا بزاف. رسالتكم الاخيره انت. تنتمناو من المسؤولين ديال الرضال والناس ديال الجامعه ديال جامعه البراهما عامر على الحي ديالنا انهم يهضروا مع الشركه، ولا كانوا الشركه كتسالهم شي فواتير ولا شي حاجه ديالهم هما، ما تديرش المواطنين كطريق للجامعه او كذا وكذا. تنطلبوا منهم انهم يطلقوا لنا الضوء والناس اللي ما مخلصاش يديروا معها حل في اقرب الوقت. الى هنا مشاهدي قناه التلفزيون خلاو رسالتهم توصل لهذه المجموعه ديال الشباب اللي كيتكلموا بالنيابه على المئات ربما ديال الاشخاص اللي الاشخاص اللي او الاسر اللي متضررين من هذا الانقطاع ديال الكهرباء، واللي كيقولوا هذه ست ايام وربما غادي تكون حتى اكثر، فكيطالبوا بالتدخل في اقرب وقت ممكن يعني، واللي وكل واحد ياخذ يعني الجزاء ديالو، اللي مخلص راه ياخذ يعني يرجع ليه الضو ديالو. يرجع ليه الضو ديالو. ما بقيتوش كطلبوا التعويض طيب يرجع. حنا تنقراو دابا، كاين اللي تيقرا مسكين، كاين اللي عنده دروس كما الدري قال لك عنده بي سي تحرق ليه، هو عنده تيقرا في لافاك وكذا، يعني بزاف بزاف يعني المعاناه كثيره. الى هنا مشاهدي قناه شاطرين تمنى رسالتهم توصل لكم، دمتم بألف خير والى اللقاء.